عندما ننظم لكل دورة يثرينا صاحب السمو حاكم الشارقة بفكرة ننفذها بحيث تكون فقرة أساسية في المهرجان، وهذا العام هي الفقرة الرئيسية للمهرجان جائزة القوافي الذهبية، وهي جائزة لقصائد نشرت في مجلة القوافي التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، التي وجدنا أثرها الحميد وأثرها المبهج على كافة الشعراء المشاركين في هذه المجلة الذين سعدوا بما حصلوا عليه من جوائز، وتشجع الآخرين للبذل والعطاء الفكري لمزيد من الإبداع في شأن الثقافة العربية. مهرجان الشارقة للشعر العربي يشكل تحولا حقيقيا في مسارات الشعراء نظرا لهذا التلاقح الإيجابي الفني والأدبي والنقدي الذي يخلقه، وهذه اللحمة نظرا لعددية الضيوف الذين يحضرون في هذه الدورة. هذا التكريم يمثل نقطة فارقة، لأن الشاعر حينما يجد أن ما يسمع أو أن ما يكتبه يسمع، وأن ما ينتجه إلى الناس يجد عقولا ويجد قلوبا ويدخل إلى القلوب ويجد مثل هذه العناية الفائقة، فإنه يرغم نفسه على العطاء ويرغم نفسه على أن يشكل لنفسه أولا تجربة شعرية مختلفة تصل إلى القلوب وتصل إلى الأرواح، لأن هذا هو الهدف من الشعر. احتفاء الدول بالأدب هو احتفاء بالإنسانية، احتفاء بالثقافة، احتفاء بالهوية العربية، فهذا المهرجان بحد ذاته يمثل هذه القيمة العالية. لماذا؟ لأنه من كل أقطار العالم العربي يجتمع الشعراء توحدهم اللغة. المختلف في المهرجان ده أنه مهتم بالكتابات الشبابية أكتر، مع حرص الشديد على القصيدة العربية القديمة بشكلها التراثي، فجمع بين الحسنين. يعني هو مش متعصب لشكل من أشكال الشعر، تلاقي فيه قصيدة النثر، قصيدة التفعيلة، القصيدة العمودية أو القصيدة الكلاسيكية. دي ميزة مهمة جدا وبيفتح المجال لأجيال جديدة طوال الفترة اللي فاتت، دي ميزة فيه. هذا مهرجان مهم على صعيد الشعر في الوطن العربي، هو يقدم امتزاجات مختلفة من الثقافات والأصوات الشعرية في الوطن العربي. أن يجمع الوطن العربي كله في الشارقة هذا أمر جدا عظيم وجدا رائع، يثري الساحة الثقافية الشعرية العربية المتعطشة لمثل هذه اللقاءات. فكل الشكر لحاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي ولمدير بيت الشعر الأستاذ محمد دبريكي على هذه الفرصة الرائعة لهذا الالتقاء ولتبادل هذه القصائد الشعرية، والأهم من ذلك أيضا التعرف على التجارب الشعرية المختلفة من أقطار الوطن العربي. المهرجان فرصة رائعة بالنسبة لي للالتقاء بشعراء من تجارب وخلفيات وأجيال وبلدان مختلفة ومتنوعة. طبعا أشارك بإلقاء في أحد أماسي المهرجان بإلقاء شعري، وبالتأكيد هذا المهرجان في دورته 19 هو جزء من الفعل الثقافي المتواصل لإمارة الشارقة بالدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتشجيع المبدعين والفن الشعري الذي يعد في النهاية الفن الأول للغة العربية. مهرجان الشارقة للشعر العربي حالة من الضوء المشع باستمرار، يعني نحن نحضر كل هذه يعني الملتقيات التي حضرناها تكشف هذا الإصرار الجميل والبهي على تأصيل الثقافة العربية وتأصيل المشهد الشعري ورعاية كل المثقفين والشعراء والنقاد. يعني هي حالة احتفاء بالقصيدة وبالبحث في مجال الشعر والأدب، وهذا يعني يحسب للشارقة على أساس أنها تضيء هذا الجانب وتؤصل للفعل الشعري بقوة.